أعلنت خارجية كازاخستان أن الاجتماع المقبل بصيغة أستانا حول تسوية الأزمة في سوريا يعقد في الأول والثاني من آب أغسطس المقبل، وذلك بمشاركة وفدين من لبنان والعراق لأول مرة. وقالت الخارجية في بيان لها إن ممثلي مجددا أن الولايات المتحدة دعمت التنظيمات الإرهابية في سوريا، لا سيما تنظيما داعش والنصرة بالسلاح. وخلال حديث أدلى أن سياسات بعض الحكومات القائمة على فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب على سوريا وعلى عرقلة عملية إعادة الأعمار ودعم وتمويل الإرهاب وتجاهل وحماية الاحتلال الصهيوني للجولان السوري المحتل، كلها تعيق تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للعام 2030. وأمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنفيذ لمساعدة عاجلة لأطفال مخيم الهول بريف الحسكة، لافتة إلى أنهم يواجهون وضعا إنسانيا صعبا للغاية إلى جانب إجبارهم على القيام بأعمال في غاية القسوة. هذا وكانت اللجنتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة المهجرين حملت الأمم المتحدة الشهر الفائت مسؤولية التقليل من حجم الكارثة الإنسانية في المخيم والذي تسيطر عليه ميليشيات مدعومة من واشنطن. أممية عدة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف خطط الهدم في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وتوجه بالدعوة كل من جيمي ماكلدريك المنسق الإنساني للأرض المحتلة وغوين لويس مديرة عمليات الضفة الغربية في الأونروا. وكذلك قدم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة نفس الدعوة. بالمقابل أفاد مركز أسرى فلسطين، اعترف مندوب النظام السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بهزيمة نظامه في اليمن، مشيرا إلى أنه حان الوقت لإنهاء أزمة هناك. وبعد انتهاء جلسة مجلس الأمن الخاصة ببحث أزمة اليمن، انتقد مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارك لوكوك النظامين السعودي والإماراتي لتقديمهما، ما قال إنه نسبة متواضعة من مئات ملايين الدولارات التي تعهدتا بتقديمها قبل 5 أشهر لرفد الجهود الإنسانية في اليمن. بالمقابل أكد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث حدوث تقدم، خاصة في وقف إطلاق النار في طارم عتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس، في أنها أوقفت حركة الملاحة بالمطار بعد تعرضه للقصف بالصواريخ. بالمقابل أعلن الجيش الوطني استهداف الشق العسكري في قاعدة عتيقة وإصابة هدف مهم، فيما تقدمت قوات الجيش بمحور وادي الربيع شرقي العاصمة. تحركات الجيش الوطني سابقة. قال المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد حسن ولد لبات إنه يلتقي في العاصمة الإثيوبية ممثلي الحركات المسلحة السودانية لدعم الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. هذا وكانت قوى الحرية والتغيير المعارضة قد أعلنت عن تأجيل. دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى اغتنام كل الفرص الدبلوماسية لحل مشكلة الوضع المتأزم في منطقة الخليج، بينما عبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف عن أسفه لأن واشنطن تواصل تصعيد التوتر وممارسة الضغط على إيران. هذا فيما جدد عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني نفي بلاده فقدان أي طائرة مسيرة، وتهكم بالقول إن سفينة بوكسر الأمريكية قد تكون أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بالخطأ. إيراني مقطع فيديو قال إنه للمدمرة الأمريكية التي التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة وعادت سالمة إلى قاعدتها الجوية في إيران. وتظهر اللقطات عمليات الرصد والمتابعة التي قامت بها. أعربت بكين عن معارضتها الشديدة للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بشكل أحادي على إيران. المتحدث باسم الخارجية الصينية كانغ شوانغ قال: أبدى قائد القوات الأمريكية في المحيط الهادئ الأميرال فيليب ديفيدسون علانية قلق واشنطن من التعاون العسكري القائم بين بكين وموسكو، معتبرا أن قدرات روسيا في الشرق الأوسط تشكل تهديدا وجوديا.
وخلال منتدى أمني في مدينة أسبن قال هي مناورات حربية في البحر الأسود تضمنت مشاركة الفرقاطة الأدميرال ماكاروف بالإضافة إلى الصواريخ البحرية أولتس. هذا واستهدفت المناورات تدمير سفينة معادية بالاعتماد على نظام الدفاع الجوي شتيل، فيما كان الملفت حضور الفرقاطة الأدميرال ماكاروف والتي دخلت الخدمة منذ عامين. سلطات النظام التركية 20 عسكريا بذريعة ارتباطهم بالداعية فتح الله جولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في تموز يوليو من العام 2016. وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي نقلت عن مصدر أمني وبالأمريكي إلى إجراء تحقيق فيما إذا كان انتشار داء لايم مرتبطا بتجربة أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية. بعد سنوات من انتشار الشائعات إلى اللقاء.